أيها الحفل الكريم، أيها الأخوة المتابعون الأعزاء، أينما كنتم سلام الله عليكم ورحمته تعالى وبركاته. أسعد الله أمساءكم وأوقاتكم بكل خير من هنا، من ميدان التحدي، من ميدان سباقات الهجن العربية الأصيلة، في هذا الموعد الكبير المنتظر، حيث نعيش معكم ثاني أيام هذا المهرجان السنوي الكبير والمقام على شرف سيف سيدي حضرة صاحب السمو الشيخ تميم بن حمد بن خليفة آل ثاني أمير البلاد المفدى، يحفظه الله ويرعاه. اليوم هو يوم فيه التنافس لسن الحقائق لمسافة 4 كيلومترات بشوط رئيسي أول، سيكون فيه التحدي على الشلفة الفضية إضافة إلى الشلفة للفائز بالمركز الأول. هناك مبلغ نقدي قيمته 300,000 ريال قطري. بسم الله وعلى بركة الله. أيها الحفل الكريم، أيها المتابعون الأعزاء، أينما كنتم، هكذا حانت ساعة العمل، وهكذا حانت ساعة الصبر، وهكذا حانت ساعة الحقيقة والمواجهة. هنا هذا هو الشوط الرئيسي، هذا هو الشوط المفتوح، هذا هو الشوط الذي يضم في داخله المشتريات والإنتاج والهجن الودايع، فالكل هنا يقدم أقوى ما لديه في هذا السن الذي يعرف بأنه سن المفاجآت. نبدأ مباشرة في إزاحة الستار عن معرفة الأسماء الحاضرة والمتواجدة من أجل المنافسة على الشلفة الفضية، الشلفة لمن من هذه الأسماء المتواجدة وعددها 21 اسما. أبدأ مع المركز الأول لأجد المتحدة تتحد مع المركز الأول، وتنطلق المتحدة لمحمد بن حمد بن علي بن حمد بن هوبش، مشاركة قوية، وسبق لها أن حققت سيارة في مهرجان سيد الأمير الوالد. إذن هذه المتحدة على المركز الأول، الدور دور شكالة، من تحتل المركز الثاني؟ شعار بن جبران، الشعار الكبير، شكالة تتقدم ليحضر مع سالم بن جابر بن محسن الجربوعي. بينما يا سلام، وضوح، وضوح واضحة، وضوح الشمس، وتتسلل من المركز الثالث إلى المركز الثاني، وضوح لمحمد بن سعيد بن فهيد بن سعيد الحنيتم. الله يا وضوح، شكلها شكل ممتاز وأداء هذا قوي. نتابع المركز الثالث لأجد الربية، يا سلام، هذه ربية مرشحة قوية ومن البكار المصنفات لانتزاع الشلفة. هذه ربية للأنيق ناصر بن عبد الله بن أحمد بن عبد الله المسند، تتسلل وتتقدم إلى المركز الثالث. الدور دور المركز الرابع، واسمها مقر، مقر مقرها الآن في المركز الرابع لراشد بن محمد بن علي الشيبة المري، وخامسا تتقدم سيادة لعلي بن زيد بن محمد بن محسن البحيح. هذه النتيجة، وياهي أسماء حتى وإن كانت في ريعان الشباب في السن الصغير ولكنها أسماء كبيرة. عودة إلى بن هوبش، يا سلام يا المتحدة، حتى الآن تفرض نفسها سيدة للموقف وتتقدم كل هذه الأسماء المتحدة. إذن محمد بن حمد بن علي بن حمد بن هوبش، ويا بن هوبش تنتصف أمامك المسافة، يتبقى كيلوين متر على وصولك إلى منصة التتويج وانتزاع الشلفة. المتحدة إذن في المركز الأول، ولكن وضوح، وضوح في المركز الثاني، عليها الرقم 1، وتسمح وضوح لأن تكون هي صاحبة المركز الأول. محمد بن سعيد بن فهيد بن سعيد الحنيتم، يا سلام، ما شاء الله على وضوح وعلى ربية وعلى الأسماء القادمة. هنا سيادة وأيضا اسم جديد، رموز لمحمد بن فاران بن عتيق بن قريع، وصل شعار بن فاران مع رموز في المركز الخامس، وخمسة أسماء في موقع واحد. المتحدة على المركز الأول،
وضوح قادمة في المركز الثاني، المركز الثالث ربية المسند، المركز الرابع هنا سيادة، رموز على المركز الخامس. الله الله الله، المعركة الآن تزداد هنا رحاها وتطحن رحاها حبوب المنافسة. يا سلام، المتحدة ربية الآن رموز على المركز الثالث، رموز من عمق الميدان تتسلل بتوجيهات وتعليمات. محمد بن فاران بن عتيق بن قريع يتقدم في الكيلو الأخير، الشلفة الفضية، 300,000 ريال لمن من هذه الشعارات؟ إذن الصدارة رموز تبحث عن الرمز في مسيرة نتمناها أن تكون مع الرموز. إذا الرموز على الصدارة، ربية ناصر بن عبد الله بن أحمد المسند في المركز الثاني، المركز الثالث هناك بكرة تتسلل وتتقدم بالشعار الأزرق، اسمها ضيوف، تصل ضيوف الآن لتكون ضيفة على الصدارة، ضيوف لراشد بن سالم بن محمد الغيثاني المري. الله الله، رموز ما زال بن قريع على المركز الأول، محمد بن فاران بن عتيق بن قريع المري ربية في المركز الثاني، ناصر بن عبد الله بن أحمد المسند حتى الآن أعصابه باردة بن قريع، صدرت التعليمات، الأمور الآن تصدر على ربية ورموز. الشلفة الشلفة، ربية رموز، رموز تقترب تقترب، رموز تقترب من الرمز. محمد بن فاران بن عتيق آل بريد المري يقترب من الرمز، يقترب من الشلفة. إذن رموز إلى الرمز، إلى الرمز رموز. سيري على بركة الله، سيري وعين الله ترعاك. هذه رموز تحقق الرمز في أغلى المهرجانات، مهرجان سيدي أمير البلاد المفدى بن قريع. سلام والشلفة لمحمد بن فاران بن عتيق بن قريع آل بريد المري المركز الثاني، ربية للسيد ناصر بن عبد الله بن أحمد بن عبد الله المسند المركز الثالث، جاءت فيه سيادة لعلي بن زيد بن محمد بن محسن آل بحيح المركز الرابع، جاءت فيه المتحدة لمحمد بن حمد بن علي بن هومش المري والمركز الخامس، كان من نصيب فتنة لمحمد بن صبيح بن محمد بن سعيد الوهيبي، ضيف عزيز قادم من سلطنة عمان الشقيقة. نرحب بكل الضيوف الكرام في ميدان الجميع وفي مهرجان سيدي أمير البلاد المفدى، حيث كانت معركة الحقائق، وهكذا رموز في هذه المواجهة الطاحنة التي لا تبقي ولا تذر، كان لها النصر المؤزر في هذا التحدي. التوقيت الزمني 5:51، 9 أجزاء من الثانية، توقيت ممتاز رغم الرياح الشديدة التي تهب على ميدان التحدي. نهنئ مالك الرموز المتوج برمز هذا المساء محمد بن فاران بن عتيق بن قريع آل بريد، والتهنية لوالده الكريم وداعم هذا الشعار فاران بن عتيق بن قريع المري، وتهنية خاصة للتويجري علي بن حمد التويجر. التوقيت إذن 5:51، بينما المركز الثاني كان مع ربية وتوقيتها 5:53، 5 أجزاء من الثانية. تهانينا لناصر بن عبد الله بن أحمد المسند وإلى مضمر ربية راشد بن بطي الزعبي. أما المركز الثالث فكان من نصيب سيادة وتوقيتها 5:57 بالوفاء والتمام. تهانينا والناموس لمالك السيادة علي.